أهلاً بكم. أريد بندقية. خاتم أمي بعته من أجل بندقية. قصائد الشعر التي حفظناها ليست تساوي درهماً أمام بندقية. أصبح الآن عندي بندقية. إلى فلسطين خذوني معكم. يا أيها الثوار تقدموا تقدموا. فقصة السلام مسرحية والعدل مسرحية. إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية. هذه الأبيات التي صاغها نزار قباني من خبرته الوطنية تروي قصة المقاومة الفلسطينية منذ الرصاصة الأولى إلى الرصاصة الأخيرة. قصة تمتد نحو 60 عاماً. 60 عاماً من الحلم المرسوم على قنبلة. فهل سيأتي يوماً ويتحقق الحلم؟ لم يبقى سوى فلسطين على قائمة الدول المحتلة. كل الدول تحررت من الاستعمار إلا فلسطين. قضية مزمنة شهدت صعود وهبوط إمبراطوريات أوروبية متعددة، ومرت على الدنيا عصر الكهرباء والطاقة وعصر الطاقة النووية والفضائيات والمعلومات، ولم تحل القضية الفلسطينية. هذه الملاحظة سجلها هيكل في كتابه المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل. لكن ما سر إسرائيل التي حرمت شعباً من أرضه؟ وما سر المجازر التي ارتكبتها ضد هذا الشعب؟ لما ساهمت في خلق إسرائيل بريطانيا؟ ولما تصر الولايات المتحدة على حمايتها و بقائها شوكة في قلب المنطقة العربية. Amid the fabled hills of Judea in Southwest Asia stands Jerusalem, the capital of Palestine, sacred to three of the world's great religions. To Mohammedans, who ruled Palestine for nearly 13 centuries and still regard it as their own, Jerusalem is almost as sacred as Mecca. تيودر هيرتزل صحفي ومؤلف يهودي نمساوي أسس الصهيونية السياسية التي بحثت عن وطن لليهود. أي مكان يتجمع فيه اليهود من دول الشتات. فكر في أوغندا، وفكر في الأرجنتين، وفكر في العريش، وفكر بالقطع في فلسطين. عرض شراء فلسطين من السلطان العثماني مقابل 20 مليون جنيه استرليني، لكن السلطان العثماني رفض. وجاء إلى مصر في مارس 1897 ليعرض على الخديوي عباس حلم الثاني تأجير 630 ميلا مربعا حول العريش لمدة 99 عاما. اعتبر هرتزل تلك المنطقة مكانا مناسبا للدولة اليهودية التي دعا إلى قيامها. لكن اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر اعترض على المشروع لحجم المياه التي سيأخذها المشروع من النيل، خشية اللورد كرومر على نقص مساحات الأرض
المزروعة قطنا مما يؤثر على مصانع لانكشاير التي تعتمد على القطن المصري. في الوقت نفسه سمع هرتزل المقولة الشهيرة: فلسطين أرض بلا شعب، فلتكن وطن اليهود وهم شعب بلا أرض. أرسل هرتزل اثنين من الحاخامات إلى فلسطين ليعرف الحقيقة. جاءت منهما برقية بالشفرة صدمت هرتزل. كان نص البرقية: العروس جميلة ومناسبة لكنها متزوجة فعلا، يقصد أن فلسطين لها شعب، إذن لنقتل الزوج لنستولي على العروس، لنقتل الشعب لنقيم الدولة اليهودية. قبل أن تتجه أنظار اليهود إلى فلسطين، اتجهت أنظار بريطانيا إليها. حدث ذلك بسبب محمد علي باشا. نجحت حملات محمد علي باشا في الاستيلاء على سوريا الكبرى اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين، وعبرت الحملات البحر إلى رودس وبدأت في النظر إلى أوروبا. أكثر من ذلك، هددت الحملات المصرية الإمبراطورية العثمانية ذاتها. هنا تحالفت بريطانيا وتركيا لتحجيم محمد علي داخل حدود مصر بمعاهدة 1840. وقعت على المعاهدة بريطانيا والنمسا وروسيا وبروسيا. هنا أيضا فكرت بريطانيا في توجيه اليهود إلى فلسطين لتكون وطنهم القومي. أدركت بريطانيا أن مصر وسوريا ضلع الزاوية في المنطقة، ويجب فصلهما بدولة تابعة للاستعمار البريطاني تهدف إلى تحقيق أهداف هذا الاستعمار في المنطقة. منطقة تسيطر على طرق العالم وسوء استهلاك كبير، وبظهور النفط تضاعفت أهمية الجسم الغريب الذي زرع في العالم العربي. إذن إسرائيل جريمة استعمارية استراتيجية ومنفذة لخطط الاستعمار في المنطقة. ولو كانت بريطانيا زرعت إسرائيل، فإن الولايات المتحدة اعتبرتها الولاية 51 في اتحادها الفيدرالي. فيما بعد سنجد الرئيس الأمريكي يقول: لو لم توجد إسرائيل لوجدناها. If there were not an Israel, we'd have to invent one. And I told you before, my dad was a righteous Christian who we used to sit for dinner to have conversation and incidentally eat. And I remember even when I was a teenager, my dad talking about how we should have done so much more. Why didn't we bomb the railroad tracks? Why didn't we? So in World War II. In World War II. And So it's a deep shared concern. And so we have bedrock values and interests. مسلمة عبيدة الهنود الحمر في أمريكا سعت الجماعات اليهودية المسلحة إلى إبادة الشعب الفلسطيني بمجازر لم تتوقف ولن تتوقف. تريد أرضا بلا شعب. لكن للحقيقة لم يكن كل جيل الآباء المؤسسين للدولة العبرية يوافق على هذا القتل. كان بعضهم يؤمن بالسلام مع العرب، زي موشي شاريت أول وزير خارجية لإسرائيل، وزي نحوم جولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، وزي حييم وايزمان أول رئيس لدولة إسرائيل. بل أن موسى شاريت
أجرى اتصالات مع مصر طالباً مرور سفن في قناة السويس، سفن إسرائيلية بالقطع. كان ذلك في عام 1954. ما لا نعرفه أن مصر وافقت على مرور سفن إسرائيلية في قناة السويس في ذلك الوقت، ولكن ديفيد بن غوريون دبر مؤامرة عاجلة لنسف مساعي السلام قبل أن تكتمل. عرفت هذه المؤامرة بفضيحة لافون. لافون هو بنحاس لافون وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت. نسبت إليه تكوين خلية تجسس من اليهود المصريين لتخريب المنشآت البريطانية والأمريكية. بتلك الفضيحة سيطر طيار الحرب على إسرائيل، وبتلك الفضيحة تبنت مصر القضية الفلسطينية بالقطع. هناك أسباب استراتيجية جعلت مصر شريكاً في هذه القضية. قال لها أن فلسطين على حدود مصر الشرقية، وفي وجود إسرائيل تضاعف تهديد الأمن القومي المصري. منحت مصر القضية الفلسطينية بعداً قومياً. أصبحنا نتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي لا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبهذه الهوية السياسية الشاملة رفعت القضية الفلسطينية البندقية. Well, you know, Israel to us is a problem because Israel to us now is a Palestine problem. We are aiming to solve the problem of the refugees. We are insisting and we are calling to give the Palestine refugees their rights, their right, their territory and their land and their home. We don't recognize Israel. We feel that the Israelian problem is problem of Israel and the problem of the Palestinians. We said before that we are ready to accept the United Nations resolutions of 1947. That's to give the Arabs their rights and to give the Jews their rights. في يناير عام 1964 عقدت القمة العربية الثالثة في مدينة الإسكندرية. تضمن البيان الختام للقمة عدة قرارات أهمها. 1. اعتبار إسرائيل خطر أساسي يجب دفعه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا. 2. إنشاء قيادة عربية موحدة لجيوش عربية في كنف الجامعة العربية. 3. إقامة قواعد سليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني لتمكينه من تحرير أرضه وتقرير مصيره. بالقرار الأخير تكونت منظمة التحرير الفلسطينية. أسسها في البداية أحمد شقير. أحمد شقير تخرج محاميا في معهد الحقوق في القدس. أسس حزب الاستقلال. شارك في الثورة الفلسطينية التي اشتعلت عام 1936 واستمرت 3 سنوات. اختارت سوريا عضوا في بعثتها لدى الأمم المتحدة. مثل فلسطين في الجامعة العربية. لكن الشقيري لم ينل تأييد الشباب الفلسطيني الراغب في المقاومة المسلحة. في الكويت اتفق مجموعة من الشباب الفلسطيني على إنشاء حركة تحرير فلسطين. كان ذلك في نهاية الخمسينات من القرن الماضي. تكونت المجموعة من ياسر عرفات وكان مهندسا في مكتب بأولاد، وصلاح خلف وكان مدرس رياضيات، وخالد الحسن وكان وكيل توزيع أدوات كهربائية، وخليل الوزير كان مهندسا، وفاروق قدومي وكان مدرس رياضيات. لو اختصرنا حركة تحرير فلسطين في الحروف الأولى من كلماتها الثلاث لوجدناها ح ف ت يعني حتف. حتف لم تكن كلمة مناسبة، فقلبوا الحروف من الشمال إلى اليمين لتكن ف ت ح يعني فتح.
بدأت فتح تبحث عن موقع للنشاط مسلح ضد إسرائيل. وقع اختيار على سوريا. السبب أن الرئيس السوري أمين الحافظ عرض على قمة الإسكندرية حلاً عسكرياً مثيراً للدهشة، أن تهاجم الدول العربية كلها إسرائيل في توقيت واحد قبل أن تنتبه الولايات المتحدة. ولكن الاقتراح كان يتخطى قدرات الدول العربية ويمكن أن يؤدي إلى كارثة. بدأت فتح عملياتها على الجبهة السورية، لكنها كانت عمليات محدودة الأثر. ردت عليها إسرائيل بعنف. هنا وجد جمال عبد الناصر أنها عمليات غير مسؤولة، وصف عبد الناصر بحرب التوريط، توريط مصر في حرب مع إسرائيل في وقت كانت القوات المصرية في اليمن. بل أن حرب التوريط حسب محمد حسين هيكل دفعت إسرائيل إلى تنفيذ خطة حرب يونيو 67. يكمل هيكل الرواية في كتابه المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل قائلا: أرسلت فتح خالد الحسن مبعوثا إلى القاهرة لمقابلة هيكل ليتولى عرض قضيتهم على عبد الناصر. لم يجادل خالد الحسن بأن منظمة فتح كان لها نصيب في الأخطاء التي أدت إلى الهزيمة. وافق هيكل على أن يلتقي وفد أكبر من فتح فيما بعد. جاء وفد على رأس ياسر عرفات طالبا فتح صفحة جديدة مع مصر. في أكتوبر 67 أخطرهم هيكل أنهم سيقابلون شخصية هامة جدا. أخذهم في سيارته إلى منشية البكري. هناك وجدوا أنفسهم في بيت عبد الناصر. وجدوا أمامهم وجها لوجه. اعترف عبد الناصر بحركة فتح. أكثر من ذلك، طلب من اللواء محمد أحمد صادق مدير المخابرات العسكرية بدعم فتح بالسلاح. كان شرط عبد الناصر أن يسمع رصاصة في الأرض المحتلة يوميا، ونفذت فتح الشرط. في أغسطس عام 1968 اقترح هيكل على عبد الناصر أن يأخذ عرفات معه إلى موسكو لتقديم فتح إلى السوفيت. سافر عرفات بجواز سفر مصري باسم عبد الفتاح إبراهيم مستشارا للوفد. كانت رحلة موسكو أول اعتراف دولي بفتح. دعم السوفيت بأسلحة قيمتها نصف مليون دولار. برز نجم عرفات بعد رحلة موسكو. اسم عرفات في شهادة الميلاد محمد عبد الرحمن عرفات القدوة الحسيني. ولد في القاهرة عام 1929. والده كان تاجر أقمشة في حي السكاكين. ماتت أمه زهوة وهو في الرابعة من عمره بفشل كلوي. فيما بعد سمى ابنته الوحيدة زهوة على اسم أمه. في حي السكاكين تعرف على موشي ديان وزير الدفاع ووزير الخارجية في إسرائيل. فيما بعد تخرج عرفات في هندسة القاهرة. عرفت عرفات عن قرب في القاهرة وبيروت. تناولت معه الإفطار أكثر من مرة في قصر السلام الذي كان ينزل فيه كلما جاء إلى القاهرة. لاحظت أنه بيقدم الأكل بإيده لكل من حوله أكثر مما يأكل. سألته: أنت خايف يكون الأكل مسموم؟ أجاب: عادة أنا لا أكل أكثر من الزبادي والعسل. لكنه في الحقيقة كان يتوقع موته بالسم، وبالفعل مات مسموما في مستشفى بيرسي العسكري في باريس عن 75 عاما، لكن لم يجري تشريح الجثة. We will continue on our fighting, definite. And we know that they will try to prevent us from continuing our revolution. But
I am declaring here by the name of these freedom fighters, by the name of our people, by the name of the Palestinian, that we will continue in struggling. In our struggle, we will continue in our fight till returning to our homeland, till return to our Palestine, because it is our rights, and we will fight for our rights. حدثت انشقاقات داخل المقاومة الفلسطينية. ظهرت الجبهة الشعبية وظهرت الجبهة الديمقراطية، وهما منظمتان ذات أيديولوجية يسارية. وفيما بعد ظهرت حركة حماس وظهرت منظمة الجهاد بمرجعية إسلامية. بدأت فتح عمليات عسكرية ضد إسرائيل من حدود الدول العربية المجاورة لها مثل سوريا ولبنان والأردن. على سبيل المثال، في 21 مارس 1968 واجهت القوات الإسرائيلية في بلدة الكرامة الأردنية وكبدتها خسائر فادحة. وفي داخل إسرائيل نفذت عملية فندق سافوي يوم 5 مارس 1975. بعدها بست أيام نفذت عملية الشاطئ، وأقوى عملياتها كانت الانتفاضة الأولى في 8 ديسمبر عام 1987، والانتفاضة الثانية في 28 سبتمبر عام 2000. وكونت المقاومة تنظيمات مسلحة نفذت عمليات في الخارج، أشهرها عملية ميونخ، حيث احتجزت فريق إسرائيل في الأولمبياد يوم 5 سبتمبر 1972. لكن مشكلة المقاومة الفلسطينية أنها تكونت خارج أرضها المحتلة، لم تكن مقاومة على أرض الوطن مثل حركات التحرر الأخرى، لم تكن لها قاعدة للعمل في الداخل الفلسطيني، لا قاعدة بشرية ولا استراتيجية محددة. عاشت بعيدا عن الشعب الذي تحمل قضيته، وبعيدا عن الوطن الذي تطالب بعودته. وكانت تلك الحقائق سببا في تراجعها خطوة خطوة، وكانت أيضا سببا في الكثير من أخطائها. اختلفت كثيرا مع عرفات، واجهته بأخطاء فتح التي تورطت فيها. كان الخطأ الأكبر أن فتح استغلت إيمان الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية في تهديد استقرار الدول التي استضافتها. ذات يوم قال عرفات لرئيس وزراء الاتحاد السوفيتي أليكسي كوسيجين: القضية الفلسطينية قنبلة موقوتة في البلاد العربية. سأل كوسيجين متعجبا: كيف؟ أجاب عرفات: لأن الجماهير العربية تؤمن بها أكثر من إيمانها ببلادها. بذلك الشعور بالغرور تورطت فتح في صراعات مسلحة مع نظم عربية، أصيبت بالحول العسكري، نظرت إلى العدو وقاتلت الصديق. حدث ذلك في سبتمبر 1970 حين اشتبكت فتح مع الجيش الأردني فيما يعرف بأحداث أيلول الأسود. عقد جمال عبد الناصر قمة طارئة في القاهرة لحقن الدماء العربية، وكانت حياته هي الثمن. مات بعد وداع آخر القادة العرب وكان أمير دولة الكويت. وحدث ذلك أيضا في بيروت، حيث أصبحت المقاومة طرفاً في الحرب الأهلية اللبنانية، وباجتياح الجيش الإسرائيلي بيروت في 6 يونيو 1982 خرجت المقاومة لبنان إلى تونس.
قبلها بعام واحد دبرت إحدى فصائل المقاومة عملية اغتيال أنور السادات في فيينا عاصمة النمسا. كان مقرراً أن يعود السادات من واشنطن إلى فيينا ليلتقي مستشارها برونو كرايسكي، لكن كرايسكي أبلغ أحد رجال السادات بأن يلغي الرحلة بعد القبض على خلية فلسطينية كانت ستغتاله. السبب القطع توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. إذا كانت إسرائيل كما كانت تبشر فعلاً الحكومة الإسرائيلية منذ 30 سنة، إذا كانت تريد السلام، لا يوجد عائق واحد للسلام اليوم. ممكن إنهاء قيام السلام في ساعات اليوم. العائق الوحيد اليوم هو إنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بيجن يظن إنه ياخد السلام وياخد الضمانات وياخد الاعتراف وفوقهم الأرض. إحنا بنقول له لأ، السلام نعم، ضمانات للطرفين نعم، حسن الجوار نعم، الاعتراف نعم، أما الأرض لا، السيادة لا وألف لا. الخطأ القاتل لياسر عرفات كان دعم صدام حسين بعد أن احتلت القوات العراقية الكويت في 2 أغسطس 1990. أكثر من مرة واجهت عرفات بأخطائه، هز عرفات رأسه موافقا على انتقاداتي لتصرفات فتح المسؤول عنها هو شخصيا، لكن الحقيقة التي لم أجرؤ عليها هي مواجهة عرفات بالأخطاء الشخصية التي ارتكبها بعض قيادات المقاومة. لقد تصرفوا في الدعم السخي الهائل المالي الذي قدمته الدول العربية النفطية بطريقة لا تخلو من التجاوز. في الوقت نفسه تصرف مساعد عرفات مثل نجوم السينما، ونتذكر زواج علي حسن سلامة مدير عملية ميونخ من ملكة جمال لبنان جورجينا رزق. وبدأ أمر مقلقا ملفتا للنظر أن يتزوج عرفات نفسه من سهى الطويل. سهى داود جبران الطويل فلسطينية، ولدت في القدس يوم 17 يوليو 1963. والدها مصرفي وأمها كاتبة وصحفية اهتم بتعليمها حتى حصلت على شهادة من السوربون. عملت سهى سكرتيرة لعرفات، وعندما تزوج أجل إعلان الخبر إلى يوم ميلادها في عام 1990. 24 يوليو 95 أنجب ابنتهما الوحيدة زهوة على اسم والدة عرفات. بعد قصف منزلهما في غزة عاشت سهى عرفات في القاهرة، ثم استقرت هي وابنتها في باريس. واتهم عرفات بأنه ترك كثير من أموال المنظمة إلى زوجته وابنته، لكن ذلك لم يكن صحيحا بالمرة.
بمساندة ياسر عرفات لصدام حسين في غزو الكويت، فقد هو والمقاومة الكثير من الدعم والتأييد في العالم العربي. تراجع التمويل المالي النفطي وكان بملايين الدولارات، ومنعت كثير من الدول العربية دخول قادة المقاومة. وفي هذه الظروف الصعبة عاد عرفات إلى اقتراح قديم عرضه محمود عباس عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وبدأ وكأنه طوق نجاة أن تجسم منظمة نبض قوى السلام في إسرائيل ومنها اليهود العرب لحل القضية سلما. حدث ذلك عندما بات الخروج من لبنان أمرا لا مفر منه. طرح موضوع إجراء اتصالات مع عناصر إسرائيلية على المؤتمر الوطني الفلسطيني. كانت المرة الأولى التي يناقش فيها هذا الموضوع علنا، ووافق المجلس الفلسطيني على اتصالات مع القوى اليهودية بما يتلائم ومصلحة الشعب الفلسطيني. حسب ما نشر محمود عباس في مذكراته أن لا أحد من قادة المقاومة كان يعرف عن إسرائيل أكثر من اسمها. أضاف أبو مازن: وعندما قلت ذلك أمامهم قرأت في أعينهم وصمتهم أنهم يستمعون إلى هذه الحقيقة لأول مرة. منذ ذلك التاريخ بدأت محاولات التقارب الفلسطيني الإسرائيلي في عواصم العالم المختلفة، ولكن بشكل فردي. كانت الاتصالات واللقاءات سرية. السبب أن القانون الإسرائيلي يجرم من يتصل بالمقاومة، والمقاومة ستتهم بخيانة القضية. ولكن خطوة بعد أخرى دخلت الولايات المتحدة على الخط وشجعت المفاوضات بين الطرفين، ولكن ظلت المفاوضات سرية أيضا. انتهت سنوات التفاوض الخفي بتوقيع اتفاقية أوسلو يوم 13 سبتمبر 1993 في واشنطن بحضور ياسر عرفات وإسحاق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي بيل كلينتون. سوف نكشف أسرار اتفاقية أوسلو فيما بعد، لكن التوقيع عليها في البيت الأبيض كان إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني الانتقالي. ترتب على الاتفاقية اعتراف كل طرف بشرعية الطرف الآخر، وخرجت إسرائيل من قطاع غزة، وتمددت السلطة الفلسطينية على أرض محررة في الضفة الغربية، واتفق على تأجيل الموضوعات الصعبة 5 سنوات. كانت الموضوعات الصعبة هي عودة اللاجئين الفلسطينيين من الشتات، وضع القدس، تحرير باقي الأراضي الفلسطينية. ولكن مرت سنوات وسنوات امتدت إلى 30 دون تقدم خطوة واحدة. أن يكون هذا الاتفاق الذي نوقع عليه اليوم هو بداية طي صفحة الآلام والعذاب التي استمرت طوال هذا القرن، وأن يفتتح عهد السلام والتعايش والمساواة في الحقوق. إننا نعول على دوركم يا سيد الرئيس ودور جميع الدول التي ترى أن السلام في العالم لا يكتمل بدون سلام الشرق الأوسط. دخل عرفات غزة وهو يحلم بأن تصبح غزة سنغافورة أخرى، لكن لا أحد قدم مساعدة مادية كما وعدوه. وبسخرية خرج بيان من الاتحاد الأوروبي يقول: لو طلب عرفات مصروف جيب يمكن أن نفكر في الطلب. لم يحقق عرفات حلم تحويل غزة إلى سنغافورة، بل اجتاحتها الفوضى على طريقة الصومال في ذلك الوقت من عام 2005. في الوقت نفسه رفضت إسرائيل أن يستقبل عرفات حكام العالم في مقره إلا بعد استئذان إسرائيل، وحوصر عرفات في مقره مع
مقره في رام الله الذي يطلق عليه المقاطعة. هناك حاورت خلفه الرئيس الفلسطيني أبو مازن. حوصر عرفات حتى نقل مريضا إلى باريس حيث مات في 11 نوفمبر عام 2004. شخص الأطباء الوفاة بنزيف في المخ، لكن الكثيرين أكدوا أنه اختيل. لم تتردد إسرائيل في تقسيم المقاومة الفلسطينية، بل وفصلت بين قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وقعت الفتنة بين حماس وفتح، بين قادة حماس مثل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي وبين أبو مازن. واستغلت إسرائيل الانفصال السياسي بين الطرفين لخلق عازل جغرافي بينهما بعشرات المستوطنات. لكن إذا عدنا إلى تاريخ قديم سنكتشف حقيقة مثيرة، إن فتح هي التي شجعت على ظهور حماس. بدأ الزعيم الفلسطيني خليل الوزير وشهرته أبو جهاد يحرك المشاعر الدينية لمواجهة الاحتلال في غزة حيث ولد. في هذه الأجواء بدأ الشيخ أحمد السين حركته، وشاركوا في التأسيس عبد العزيز الرنتيسي ومحمود الظهار ويحيى السنوار. أسسوا حركة المقاومة الإسلامية. تكونت الحركة في عام 1987، ح ميم ألف سين أو حماس، لكنهم قفروها في البداية على الخدمات الاجتماعية والتعليمية، ولم تجد السلطات الإسرائيلية مانعا من قيامها، وسمحت وزارة الدفاع بتصريح دائم لأنشطتها. كانت إسرائيل تعتقد أن اهتمام الحركة بالشؤون الاجتماعية والتربوية هيبعدها عن النشاط السياسي، ولو اقتربت من السياسة فأنها ستنافس فتح ولن تكملها، ومنافسة المنظمتين سيكون في صالح إسرائيل فقط. والملفت للنظر أن شباب حماس راح يقاتل السوفييت في أفغانستان، وراح كثيرون يعايرونهم، تقاتلون الروس وتمتنعون عن مقاومة إسرائيل القريبة منكم. وهكذا بدأت حماس تفكر في استخدام السلاح، لكنها انتظرت لحظة صفر مناسبة. قبضت إسرائيل على الشيخ أحمد ياسين، اعتبرت سجنه إجراء مانعا للحركة من استخدام العنف ردا على الحصار الذي فرض على غزة، لكن الحركة طالبت بالإفراج عنه بعد حادث العريف نهشون فاكسمان. كان فاكسمان عائدا من إجازة على طريق القدس بيت لحم، مرت سيارة إلى جانبه ثم بسهولة جرى اختطافه. نفذ العملية أفراد من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة. قبضت إسرائيل على 300 رجلاً في غزة. وعرف الشباك جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل أن فاكسمان في قرية على حدود القدس. أصدر رئيس الحكومة إسحاق رابين أمراً بالهجوم، وكانت النتيجة أن الجميع قتلوا، قتل الخاطفون والرهينة،
وتبين أن الموساد والشباك ليس بالكفاءة المناسبة. غزة شريط ساحلي فلسطيني على البحر المتوسط. تشكل غزة نحو 1.3% من مساحة فلسطين. مساحتها نحو 365 كيلومترا مربعا. عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة. يؤيد حماس ثلث السكان، ويؤيد فتح ثلثي السكان. لم تعترف حماس بإسرائيل. اغتالت إسرائيل كثير من قيادات حماس على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، واغتالت قيادات أخرى. ولكن بمرور الوقت تجمعت 12 منظمة من منظمات المقاومة في غزة وبدأت عملياتها ضد إسرائيل. كانت المرة الأولى التي تكونت فيها المقاومة داخل فلسطين. لم تكن مثل فتح التي كانت قواعدها خارج فلسطين وبعيدة عن شعبها. في الوقت نفسه بدأت فصائل المقاومة الداخلية ترفض الحل السلمي، وربما كانت على صواب. الحل السلمي لم ينفذ بالكامل كما وقعت عليه إسرائيل، بل وسعت من نفوذ المستوطنين واستولت على كثير من أراضي وبيوت الفلسطينيين. وزادت الأمور سوءا بعد أن وصل نتنياهو إلى السلطة. فاز نتنياهو على شيمون بريز في انتخابات يوم 29 مايو 1996. حسب هيكل فإن بريز كان يحلم بشرق أوسط يفتح الأفق الواسع أمام إسرائيل، أما نتنياهو فكان يحلم بكامل أرض فلسطين. Now think about that. The distance between the 1967 lines and the suburbs of Tel Aviv is like the distance between the UN building here and Times Square. Israel is a tiny country. That's why in any peace agreement, which will obviously necessitate a territorial compromise, I will always insist that Israel be able to defend itself by itself against any threat. But the old template for peace must be updated. It must take into account new realities and new roles and responsibilities for our Arab neighbors. جاءت حكومته بوزراء من أقصى اليمين المتطرف والمتشدد. حسب هيكل في كتابه المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، فإن المجتمع الإسرائيلي أثبت بانتخاب نتنياهو أنه لن يقبل بالفلسطينيين. أكثر من ذلك، ثبت أنه مجتمع لا يستطيع العيش إلا بالأسطورة التوراتية رغم كل مظاهر التقدم في حياته. أيضا غير مستعد أن يدفع ثمنا للسلام، بعد أن كان السلام مقابل الأرض والسلام مقابل الأمن، أصبح السلام مقابل لا شيء. وكانت الصدمة المروعة يوم وقف نتنياهو على منبر الأمم المتحدة وهو يرفع خريطة إسرائيل كما يتصورها. حدث ذلك في 22 سبتمبر 2023. ضمت الخريطة الجديدة للشرق الأوسط، خلت الخريطة من دولة فلسطينية، وتمددت الخريطة لتشمل دول عربية أخرى. أراد نتنياهو أن يحافظ على الإمبراطورية التي كونتها إسرائيل بقوة السلاح في حرب 67 ولم تخرج منها سوى مصر. اعتبر نتنياهو أن السيف سيحقق له ما يعجز عنه غصن الزيتون، لكنه نسى أن من عاش بالسيف مات به. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي،
فلا تسقط الغصن الأخضر من يديه، لا تسقط الغصن الأخضر من يديه، لا تسقط الغصن الأخضر من يديه. في 7 أكتوبر 2023 شنت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات قريبة في عمليات مباغتة. ردت إسرائيل بحرب دمار على قطاع غزة، لكنها لم تحقق هدفاً واحداً من الحرب. في المقابل فقد الجيش الإسرائيلي هيبته ولحقت به أجهزة الأمن، وجدد العالم اعترافه بالقضية الفلسطينية، وخسرت إسرائيل دعم العالم وإن لم تخسر الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت إسرائيل أنها ستقضي على منظمات المقاومة، لكنها لم تفهم القانون الأساسي لحركات التحرر الوطنية. طالما هناك احتلال ستظل المقاومة مستمرة، ستستمر سنوات طوال كما حدث في الجزائر وفيتنام وجنوب أفريقيا مثلا، وستنتقل من فتح إلى حماس ومن حماس إلى غيرها حتى تعود فلسطين إلى شعبها. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بمزيد من القوة.